بخطوات واثقة دخل محمد مملكته وهو يلقي التحية على المتواجدين من حوله. جولة في إسطبل الخيول يطمئن خلالها على جواده، فأمامه اليوم تحد لا يستهان به. أصدقاء محمد وأقرباؤه يترقبون مشاهدته أثناء ممارسته لعبة الفروسية. محمد كان طفلا مختلف في السابق، لا يتحدث كثيرا ولم يكن اجتماعيا كما هو الحال اليوم. لقد تعرفت عليه ورأيته كيف يحيي الجميع عند الدخول، يحب حصانه ويعتني به ويعشق هذه الرياضة. ابتدأ محمد تدريباته مع فريدوم رايدرز أو الفرسان الأحرار قبل 4 سنوات. هذه المبادرة انطلقت في سنة 2006 بإشراف فريق من المدربين المختصين في علاج ذوي الإعاقة الذهنية والحركية من خلال رياضة الفروسية. تلاحظ التقدم المستمر على هؤلاء الأطفال من الناحية الجسدية، فالرياضة ساعدتهم على تنمية عضلاتهم. حقا إنه شيء مميز، كما أن العلاقة التي يبنيها الطالب مع الحصان هي من أهم المميزات، فالصغار يتعرفون على أحصنتهم رغم إعاقتهم الذهنية. يتدرب محمد على الفروسية برفقة أخته الصغيرة ريم التي تقود حصانها بجانب حصانه كطريقة علاجية يتبعها المشرفون. صارت يثق في نفسه، يعني خسر من يومها، يعني بده يسوي دائما فروسية، يعني تقريبا يسأل عن الفروسية كل يوم، يعني بده يروح ويجي على نفس المكان. أنا اسمي ريم وعمري 7. محمد أخي وصديقي، بحبه وايد. محمد وريم يعني كثير مع بعض، يعني يطلعون مع بعض، يروحوا يجيون دائما نفس المكان مع بعض والرياضة، وهي بعد بتساعده كثير، يعني تساعده وتدعمه كثير. مبادرة هدفها دمج الأطفال الأسوياء والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر رياضة الفروسية، التي بدورها تساهم بشكل كبير في تنمية اللاعب ذهنيا وحركيا. لصباح الخير عرب، عمر ركابي. إذن مشاهدينا، معنا محمد يوسف بالاستديو، وأيضا معنا سيد يحيى يوسف والد محمد. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير محمد. صباح الخير محمد. صباح النور. طبعا نحن نتكلم عن مبادرة فريدوم رايدرز دبي. بالضبط، صحيح. طبعا هذا المشروع ما شاء الله عليك، أنت اللي عملت هذا المشروع، كانت نعم. فكرتك ومبادرتك. خبرنا أول شيء، يعني كيف بدأت هذه الفكرة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هاي فكريات من يانا حمود محمد من تقريبا 11 سنه يركب الخيل. ومن اتطور والحمد لله، يعني شفنا تغييرات وايد اثناء التدريب في الخيل. ف انا وفي سيده استريد اللي موجوده اللي شفتوها قبل شوي، هي المدربه، هي اللي عندها شهادات من امريكا لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة. أسسناها تقريبا 3 سنوات، ابتدينا ب2 طلاب، محمد واحد منهم وأخت ريم. والحمد لله اليوم عندنا 18 طالب. يعني المبادرة جات في بالك بعد ما جاء محمد. بالضبط جاء محمد، وفكرت انه بدل ما يستفيد ولدي انا الحالة خلي الناس كلها. شفت يعني فرق وايد، يعني في حمود، يعني في اعظم من هذه الرساله، يعني الحمد لله، يعني فعلا يعني شفت محمد تغير الحمد لله وايد، يعني ما اقدر يمكن اللي خطر على بالنا ان اول مره محمد يعني جرب انه يركب بي الخيل، كيف خطر على بالك؟ ما خفت عليه مثلا، ولا كانت فكره احد او احد اقترح عليك، ولا قلت خليني اجرب؟ لا، انا الله يسلمك، كنت لما يعني محمد في داون سيندروم كنت سويت لي شويه دراسات في عن الانترنت واشوف ابحث انه شو، فلقيت هذه الرياضه تو طالع في امريكا من تقريبا 15 سنه، واحنا ما شاء الله احنا بعد يعني نفس الوقت تقريبا ابتدينا في دبي. ودرست في هذا الموضوع، قدمت للشهادات وتلاقيت مع هاي المدربه استريد، وابتدينا اشترينا 2 خيول واحسنا اجرنا المكان، والحمد لله يانا الدعم، يعني بواحد من المتطوعين، يعني طبعا حلو. اللي جابوا خيولهم اللي كانوا يبون يخلونها في اسطبل، على نفس الوقت يعطونا نستخدمها في هال. حلو حلو. بنرجع للمشروع، بس عقب ما نسال محمد تستانس لما تكون مع الخيل؟ تفرح؟
واي. كم مره تروح في الاسبوع؟ مره وانس مره واحده وانس ويك. وانس ويك. ومعك ريم اختك. يحب ريم. ما تحب ريم كثير انت؟ مانشستر. الله يخليهم لبعض. شو اسم الخيل محمد؟ شو اسم الخيل عندك؟ Your horse, what's the name? أرلي. أرلي. ما شاء الله على الإنجليزية عندك قوية كمان. أي نعم. يروح الحمد لله مركز راشد وفي دبي. مرحبا. تحية أكيد مركز راشد يعطيهم العافية. بالنسبة للمركز يعني أكيد كل مركز إلا ما يحتاج دعم مهما أعطيته، ولكن هل تحصل هذا الدعم المناسب من الجهات المختصة من الجهات المعنية؟ هو الله يسلمك، إحنا ما قدمنا لجهات حكومية ولا إحنا سويناها كشيء تطوعي يعني من عندنا، ولقينا إن في مثل ما قلت لك ابتدينا باثنين وحين عندنا 18 واحد من احتياجات الخاصة. بس كم خيل عندكم؟ احنا عندنا 6 الله يسلمك. حين إذا تحتاجون أكثر طبعا. الدعم المطلوب هو الناس استبلات لها تكلفة. الخيول لهم تكلفة. احنا طبعا ما ناخذ من عندهم شيء. اللي بيونا من مركز راشد ما هاي كلها تطوعي. يعني اللي يجي الحين من ذوي الاحتياجات الخاصة يجيبون اهله مثلا على اساس انه يتعالج عن طريق ركوب الخيل، ما تاخذون عليه تشارج؟ 150 درهم لست مرات لست تدريبات. يعني 30 درهم. عندنا كل طالب لازم يكون في 4 وياه، اثنين من هني ومدرب معه. شيء رمزي يعني. انت يعني ما يدخل في نهايه الشهر في جيبكم شيء؟ ما في فائده طبعا، ما في اي فائده ربحيه. اذا للي حاب يتعاون يعني مثلا اصحاب الاسطبلات، واكيد ما شاء الله بالذات هنا في الامارات في ناس كثير تملك اسطبلات وايضا تمتلك خيول، يعني ممكن هم حتى يتبرعون، او للي حاب يساعد ممكن هو يتبرع حتى باسطبله لو مثلا ساعتين باليوم ويستقبل هذه الاطفال وانهم يتدربون عندكم. صحيح الله يسلمك. المطلوب الخيول اللي موجودين عندنا احنا لما نخليهم في اسطبل هاي تكلفة. نعم. فحولنا إن بنسوي شيء طبعا هاي شيء في البداية، حولنا إن يعني بندرب الناس اللي مو الأولاد اللي مو ذوي احتياجات خاصة. نعم. ومن هاي المدخول بنغطي على الخيول اللي احنا حطيناهم في استابلات، ندفع رسوم لان هاي ما اكيد طبعا. احنا قبل ان نختم قالنا تقريبا دقيقه واحده، انا بيك توجه رساله وهي دائما نكررها في كل مره نستضيف فيها احد اولياء الامور او المسؤولين عن ذوي الاحتياجات الخاصة. انت اللي سويته مفارقه، يعني احنا عندنا ناس في الدول العربيه والخليج يعني لما يجي له ابن ذوي احتياجات الخاصه يخبيه يستحي منه. انت احنا شفنا حضرتك مع زوجتك وبنتك وابنك في يعني شكل جدا جدا رائع فعلاً. في ترابط حلو الحمد لله، واقفين مع بعض قاعد يتكلمون خدمة حتى للناس والبحث. نبي توجه هذه الرساله بس للي يشوفونا، وفي اكيد منهم من يخجل من ابناء اذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصه. للاسف طبعا هاي موجود، لكن احنا شفناه. سالتني ريم مره قالت لي بابا اذا الله يحبنا ليش يسوي اولادي ذوي الاحتياجات الخاصه؟ قلت لهم جاوبتها قلت له حتى تشوف احنا شلون تعمل وياهم ويحاسبنا على هذه. سبحان الله. ما فيهم شيء، لهم لازم يستمتعون في حياتهم من حقهم. اكيد والنعم فيك اكيد. يعني سيد يحيى يوسف يعطيك العافيه. الله يخلي لك محمد وريم ويخليهم لوالدتهم، وتحيه لها اذا كانت. شكرا محمد. شكرا. شكرا لك محمد، يعطيك العافيه. واكيد يعني هذه دعوه لكل اصحاب الايادي البيضاء ومكثرهم ما شاء الله هنا في دوله الامارات. أكيد. اللي حاب انه يتعاون من خلال اسطبلات وخيوله. شكرا لكم مشاهدينا، يومكم سعيد والى اللقاء. يلا.